اهلا بيكم كلكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن ازاي الواحد ياخد فيزا شنغن باسهل طريقة، ازاي الواحد يروح السفارة او يروح يقدم في المكاتب بتاع تقديم الفيزا لشنغن، وان شاء الله ان شاء الله ياخد الفيزا. الحاجات الواحد مطلوبة منه يعملها عشان يروح يبقى مذاكر تمام وعارف ياخد الفيزا وعارف يرد على كل حاجة. اول حاجة يعني ايه فيزا شنغن؟ فيزا شنغن يعني فيزا موحدة بتدخلك 26 دولة في أوروبا، فيزا واحدة دخلك كل البلاد دي، مش محتاج انك انت تاخد فيزا لكل دولة. طيب ايه اهم حاجة لما الواحد ياخدها ان شاء الله؟ انك انت خلي بالك ان الفيزا الشنغن بيبقى اخرك في أوروبا 90 يوم كل 180 يوم، يعني 3 اشهر جوه الست اشهر بالبلدي كده. 90 يوم رحتها بقى اسبوع ورجعت، وبعدين رحت اسبوع ورجعت، وبعدين رحت 5 ايام ورجعت، المهم في الاخر كل 180 يوم ما يبقاش انك انت عديت فيهم 90 يوم. لو 90 يوم وساعه انت كده يا باشا اتحط عليك، انت كده اتعلم عليك بالاسود، الفيزا بتاعتك هتتلغي، هتتحط في البلاك ليست او هتتحط في القائمه السوداء، ممنوع تدخل اوروبا لمده 5 لـ7 سنين انت وحظك. من الاول هنعرف التفاصيل، هنعرف كل حاجة، لكن اللي هياخدها اوعى تكسر فيزا، اوعى تكسر فيزا ولو حتى بساعة واحدة، ما بيسمحوش بأي حجج. ازاي الواحد ياخد فيزة الشنغن؟ الناس بتسأل طيب ايه اسهل سفارة الواحد يروحها عشان ياخد الفيزا بسرعة كده وسهلة وبتاع؟ اللي هيقولك انا هقدر اوديك سفارة هتديك الفيزا بسهلة ولا مش عارف الكلمتين دول البشتكنات دي، اعرف ان هو بيشتغلك. مفيش حاجة اسمها فيزا شنغن اسهل من فيزا شنغن، لان هما في الاخر ال 26 دولة اي سفارة منهم هتروحها هيبعتوا للمكان المركزي للهيد كورترز بتاعتهم عشان يدولك الفيزا. في مصر هنا او في اي حتة في العالم مفيش حاجة اسمها، مفيش سفير، مش مثلا انت سفير المانيا هيديلك الفيزا، لا مفيش حاجة اسمها كده، بيبعتوا حتى لو انت صاحب ابن السفير لازم هيبعت للمكان المركزي اللي بيصدر فيزا الشنغن وبيبعتوله موافقة بيك انك انت يديلك الفيزا ولا لا، عشان محدش يضحك عليكم. لكن بالارقام هنا في مصر سفارة فرنسا هي اكتر سفارة بتدي فيز بالارقام، بتدي موافقات على الفيز للمصريين بيقدموها. السنة اللي فاتت حوالي 60,000 واحد قدم على الفيزا، حوالي 47,000 منهم اخدوا موافقة وحوالي 12,000 ما خدوش موافقة واخدوا رفض. تاني احسن سفارة، مش احسن سفارة، تاني اكتر سفارة بتدي فيز وبتدي الموافقات اكتر هي سفارة المانيا. طب لو هنقول ايه اكتر 5 سفارات بتدي موافقات للفيزا الشنغن عندنا في مصر؟ هنقول فرنسا، المانيا، ايطاليا، اسبانيا، وهولندا. تاني فرنسا، المانيا، ايطاليا، اسبانيا، وهولندا، دول السفارات اللي بتدي موافقات اكتر بكتير من بقية الدول. فانت لو انت عايز سافر لتوانيا، عايز سافر استونيا، عايز سافر النرويج، عايز سافر التشيك، حاول دايما انك انت تبقى اول سفرية او طيرانك على بلد من الخمسة دول عشان خاطر تقدم على الفيزا منها، عشان خاطر تبقى يعني نسبة ان هم يوافقوا عليها اكتر بكتير من السفارات التانية. طيب ايه اللي انا محتاجه عشان اصلا اقدم على الفيزا الشنغن؟ اول حاجة محتاج الابليكيشن بتاعت الفيزا الشنغن. في قدامك اختيارين، يا بتقدم عليها اونلاين وبتاخد بعد كده بعد ما تملاها بتاخد الرقم بتاع الابليكيشن تروح تقدم فيها، يا بتروح وانت هناك في المكتب اللي بتقدم فيه على التأشيرة او في السفارة على حسب الدنيا. في دلوقتي 80% تقريبا من السفارات في مصر عندنا هنا بتروح تقدم فيها في مكاتب تقديم الفيزا المعتمدة. طب ايه هي المكاتب المعتمدة لتقديم الفيزا؟ هنلاقي في VFS Global، وهنلاقي فيها TLS Contact، دول المكانين المكتبين المعتمدين من 80% من السفارات الأوروبية عندنا في مصر، وفي مركز تاني اسمه BLS. طيب أنا روح أقدم على الفيزا الشنغن لما أكون رايح أوروبا أعمل إيه؟ لما أكون رايح عشان خاطر أجازة، عايز أقضي وقت جميل في مدة أقل من 90 يوم، واخد العيلة عايزة فسحها، رايح عشان خاطر احضر مؤتمر، او رايح ان انا احضر حاجة كبيرة عاملينها، مؤتمر كبير او في محاضرة كبيرة او حاجة بعملها، دي الحاجات اللي الناس بتدي عليها الفيز.
ما بيدوش الفيزا عشان انت رايح تهاجر، ما بيدوش الفيزا عشان انت خاطر عايز تروح هناك وتكسر فيزا. لو شموا بس كده، شموا انك انت او حسوا انك انت واحد مش راجع تاني عندنا، مش هيدوك الفيزا، ومستحيل هيدوها لك، وهيتعلم عليك في الختم، من الختم كل ختم وليه ارقام بتاع الرفض، هيبقى مكتوب عليك انك انت واحد مور اور ليس بتلعب عليهم، او انك انت ده بتسمع عندهم. فلو رحت انت رحت اترفضت في فرنسا، ورحت تتقدم في المانيا، ورحت تتقدم في ايطاليا، ورحت تتقدم في البرتغال، هيشوفوا نفس الحاجه. ايه الحاجات الواحد محتاجها عشان خاطر يقدم على فيزا الشنجن؟ اول حاجه تملى الاستماره بتاعه الفيزا الشنجن، يا بتملاها على الورق وبتروح تقدمها تطبعها عندك في البيت وتملاها، يا بتاخدها من السفاره او المركز اللي انت مقدم فيه، او انك انت بتروح كمان تقدم عليها اونلاين. لو دخلت على اونلاين مكتب على الويب سايت بتاع السفاره، هتلاقي في لينك يدخلك على الاستماره عشان خاطر تملاها. طب ايه تاني محتاجينها؟ محتاجين صورتين ليك، محتاجين صورتين محترمين بتوع لما تروح تتصور عند الراجل، قول له انا عايز صوره لفيزا شنجن وفيزا امريكا. بيصوروك بطريقه بطريقه مختلفه، بيصوروك بخلفيه بيضة، بيصوروك مش عايز حد يروح يصور بكاب، ولا واحد يصور عامل نفسه صورني انا شاخد بالي وباصص فوق، ولا واحد لابس نظاره شمس. لا في يعني هننزل حتى صوره في الكومنتس ان هو ايه الصح وايه الغلط عشان ما حدش يعمل غلط. لازم مدينك تبقى باينه، لازم بقك يبقى مقفول، باسبورك لازم يبقى فاضل عليه على الاقل 6 اشهر، لو عدى وفاضل عليه اقل من 6 اشهر مش هتاخد الفيزا. وتقريبا مفيش سفاره في العالم لاوروبا او غيرها هيدوك فيزا لو باسبورك فاضل على انتهائه او فاضل على صحيته اقل من 6 اشهر. لازم كمان تبقى انت واخد بالك ان باسبورك فيه اماكن فاضيه، على الاقل 2-3 صفحات فاضيين، عشان خاطر لو باسبورك ما فيهوش اماكن للاختام مش هيدولك الفيزا برضو، او مش هيبقولك الفيزا عشان يبقى في مكان تحط فيه. محتاج انك انت تجيب تامين صحي اوروبي. يعني ايه تامين صحي اوروبي؟ تامين بتروح في شركات مخصوصه، اوعى يتنصب عليك عشان في ناس بيتنصب عليها، ولكن في شركات لما بتيجي تسال انت، وانت لما مثلا رايح تقدم على فيزا في المانيا، راح تقدم على فيزا في سفاره فرنسا، هتلاقي انك انت موجود على الويب سايت بتاعهم، هم فين الحاجات المراكز بتاعه التامين اللي هم يعني اللي بيسموها ايه المعتمدين عندهم. بتروح بيبقى لازم فيز، بتبقى لازم التامين ده يعني لو حصل لك لا قدر الله اي حاجه، تبقى انت عندك تامين لاكثر من 30,000 يورو. تمن التامين ده بيبقى ايه؟ من 35 يورو ل 50 يورو على حسب المركز اللي انت رايحه. من 35 يورو ل 50 يورو بيطلع لك التامين الصحي، عشان ده لازم تقدم بيه، لازم عشان خاطر مش هيوافق عليك تدخل اوروبا غير لما تكون عندك تامين صحي للمده كلها اللي انت قاعدها في اوروبا، من ساعه ما تطلع من عندنا من مصر لغايه ما توصل وترجع تاني. لازم تبقى انت متغطي، ما يبقاش مثلا معاك فيزا 3 اشهر تروح تعمل تامين صحي 3 ايام عشان توفر فلوس، لا لازم تبقى للمده كلها. تاني حاجه محتاج انك انت يبقى عندك السفر بتاعك رايح جاي، لازم تذكره السفر تبقى معروفه انك انت معاك تذكره عشان يعرفوا انت رايح امتى وجاي امتى ورايح من فين. طيب افرض انك انت واخد فيزا او مقدم على فيزا في فرنسا، وانت عارف انك انت هتسافر بعديها كذا دوله حواليها، في الابلكيشن بتملى بتقول انا هبتدي السفريه من فرنسا، هوصل مطار مثلا باريس تشارلز دي جول او وات ايفر فين، وبكتب لك في الخانه بتاعت كل التفاصيل، ومكتوب ان هو بعديها هتروح هل هتروح دول تانية بعديها، تقول اه هروح دولة دي ودي 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 ودي. ما تكذبش عشان اي حاجة هتضحك فيها او هتكذب عليها تكذب فيها في الفيزا الشنجن في الابليكيشن بتاعتك، دي هتسبب ان هي لا قدر الله هتترفض. محتاج انك انت توري لهم حجز الفندق او حجز بيت الشباب او حجز المكان اللي انت هتقعد فيه، ولو عندك حد هتقعد عنده let's say انك انت قريبك صاحبك صاحبتك، هتروح تاخد منها دعوة. الدعوة دي لازم هي تروح تقدمها رسمي وتختمها من وزارة الخارجية بتاعت دولتها، وتتبعت على السفارة او تتبعت لك وانت تصدقها وتروح بيها. لازم انك انت تبقى في دعوة رسمية مبعوثة لك لو انت مش هتقعد في مكان بفلوس. والاحسن والافضل انك انت حتى لو رايح تقعد عند واحد صاحبك، جيب حجز فندق عشان خاطر وبعدين يبقى الغيه، لان هو احسن حاجه انك انت تقدم لهم حاجه، مش ما تدخلش في كلاكيع انك انت تبعت ويصور ويروح وزاره الخارجيه وروح وزاره مش عارف ايه. الحاجه المهمه جدا كمان انك انت يبقى عندك كشف حساب، وتبعت وتدي للسفاره او تدي للمركز بتاع تقديم التاشيره كشف حساب لمده اخر 6 اشهر. ليه بتحتاج انك انت تقدم لهم ده؟ عشان خاطر يعرفوا انك انت معاك فلوس، وانك انت مش واحد
مثلا الاسبوع اللي فات ولا الشهر اللي فات، قلت لباباك او قلت لصاحبك بالله عليك ابعت لي نص مليون جنيه عشان خاطر اروح اخد الفيزا، فهيعرفوا انك انت حاطط كبشه فلوس وانت قبليها ما كانش عندك فلوس وبعديها ما كانش عندك فلوس وما صرفتش منها، فهتتلغي الفيزا بتاعتك. لازم يبقى عندك دخل مستمر او عندك فلوس كانت موجوده عندك من الست اشهر اللي فاتوا وفيها حركه، بتروح وبتيجي وبتدخل وبتطلع وبتنزل وبتعمل كل حاجه فيها وبتشتري بيها. دي حاجة مهمة جدا. طيب بالنسبة للموظفين ايه اللي انت محتاجه؟ محتاج انك انت تجيب جواب من العمل بتاعك، جواب بالانجليزي، دي برضو حاجة مهمة جدا، جواب بالانجليزي مكتوب ان انا بشتغل في الراجل ده بيشتغل عندنا من سنة كذا من يوم كذا بياخد مرتب كذا وان احنا سامحين له انه يسافر من كذا لكذا. تاني حاجة انك انت محتاج برضو تجيب لهم شهادة بالمرتب بتاعك لمدة اخر 6 اشهر. طب لو انت بتشتغل من حسابك الخاص، لو انت عامل البيزنس الخاص بتاعك، محتاج ايه؟ محتاج انك انت تجيب لهم برضه كشف الحساب بتاعك عشان يعرفوا انك انت في فلوس عندك في البنك. لازم تبعت لهم تشوف لهم البطاقه الضريبيه بتاعتك والسجل التجاري عشان يعرفوا ان الشركه بتاعتك دي حقيقيه، وتوريهم ان هو بجد انت ليك صادرات وواردات ومش عارف ايه والحاجات بقى الايه اللي هي بتاعت الشركات الخاصه دي، بين لهم ان بجد انك انت عندك شغل، مش واحد فاتح اي شركه وهميه على عنوان بيته وعايز يروح ياخد بيها فيزا. فيزا شنغن بتتكلف كام؟ بتتكلف 80 يورو، الأطفال ما بين 6 و 12 35 يورو، وللأطفال أصغر من 6 سنين ببلاش. لو أنت مقدم أنت ومراتك ومعاك ولادكو، الولاد لازم تملوه في الابلكيشن وتملوا لهم ان هم دول اولادكم وكل حاجه، ولكن الفيزا بالنسبه لهم ببلاش، ما تشيلش هم انك انت رايح مع اولادك في اي حته اللي هم اصغر من 6 سنين، من 6 سنين 12 قلنا 35، اكتر من 12 سنه لاي حد ب 80 يورو. لو عملت اللي انا قلت لك عليه اضمن باذن الله سبحانه وتعالى انك انت هيجي لك فيزا شنغن وهتعرف تسافر وتتمتع باوروبا ان شاء الله. اتمنى اكون يعني ساعدتكم شويه بالفيديو ده، اتمنى يكون الحاجات كلها متغطيه. زي ما قلنا توكلوا على الله وروحوا قدموا فرنسا المانيا ايطاليا اسبانيا هولندا، فرنسا المانيا ايطاليا اسبانيا هولندا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتابعونا صفحتنا الرسميه على اليوتيوب اسمها حجاجوفيتش صفحة رسمية، وتابعونا صفحتنا على الانستجرام فيها فيديوهات وصور من وراء الكواليس عمركم ما شفتوها في اي حتة تانية. اعملوا شير وخلوا الناس كلها تفهم عشان محدش يضحك عليكم، محدش يشتغلكم، محدش يقول لكم تعالى طلع لكم فيزا اوروبا ومش عارف ايه، لان هي ما فيهاش وسايط. اشوفكم على خير باذن الله في حتة تانية كتيرة جدا. احمد حجاجوفيتش، سلام.